الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وكتابا موقوتا على المؤمنين. حثنا المولى عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد محمدًا عبد الله ورسوله، الناصح الصادق الأمين، آخر وصية له: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله يغرغرها في صدره. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وتذكروا أن أعظم نعمة علينا هي الإسلام والإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عباد الله، الصلاة المفروضة ركن الدين ومعراج المتقين، وفريضة الله على المسلمين، لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن تركها وأهملها. هي أول مفروض وأعظم معروف، من حفظها حفظ دينه وأماناته، ومن أضاعها فهو لما سواها أضياع. هي رأس الأمانة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. كل الفرائض أنزلها الله تعالى على رسوله إلا الصلاة، فإنه سبحانه أصعد رسوله إليها فعرج به إلى السماء السابعة حتى رفعه إلى سدرة المنتهى، ثم فرض عليه 50 صلاة كل يوم وليلة. فراجع ربه فسأله التخفيف لأمته، فهي لا تطيق ذلك، فوضعها الله عنه 10 عشرة، حتى أمره ب5 صلوات كل يوم وليلة، و50 في الثواب والأجر. فلما جاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، إذ بمناد يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. عباد الله، أول ما يحاسب عليه العبد صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا من غير عذر فقد برئت منه ذمة الله. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. الصلاة يا مؤمنون عنوان الفلاح وطريق النجاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هي أكبر وسيلة لحفظ الأمن والقضاء على الجريمة.